الحمد لله على هذه المحنة، أقول محنة ومنحة، السجن محنة ومنحة. منحة يبتلي الله سبحانه وتعالى، يبتلينا بها ليعلم مدى صبرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين على كل ما يقدم الله سبحانه وتعالى لنا. والسجن منحة يمنح الله سبحانه وتعالى عباده بها، يستثمرون أوقاتهم، يستثمرون جهدهم، يستثمرون ويستغلون دعوتهم في المكان الذي يحلون فيه. ويعني رسالة إلى من يسير على هذا المبدأ، لن نغير ولن نبدل ولن نحيد عن هذا النهج الذي انتهجناه، وهذه الطريقة التي سلكناها أردنا بها وجه الله بإذن الله، لن نغيرها أبدا ما حيينا حتى نلقى الله وهو راض عنا. نحمد الله أنه الله من علينا وكان تكفيل الشيخ عادل خروجه من السجن، وإن شاء الله بكون وقفة عند البراءة بإذن الله. يعني 10 أيام مرت من المعاناة على العائلة، من المعاناة على فضيلة الشيخ، دون أي سبب إلا من وشاية أو تهمة ممن لا يخافون الله. لكل الناس في الأردن أن كلمة الحق لا بد أن نصدح بها كمواطنين أردنيين. نحن لا نقاطع أحدا ولا نخالف أحدا، إنما نعبر عن وجهة النظر الحقيقية التي يجب أن يكون عليها المواطن الأردني. وهؤلاء العلماء من أمثال الأستاذ عادل عواد يجب أن يكون لهم موقف واضح وصريح إزاء كل القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين. في هذا اليوم، في هذه المناسبة، هذا التعبير الجماهيري في منطقة النصر للتجاوب ولزيارة الأستاذ عادل عواد إنما هو تعبير عن مكون حقيقي من مكونات الشعب الأردني، أننا كلنا مع الحق ومع إظهار الحق ومع إبراز الصورة الحقيقية للعلماء في التعرية الباطل والمنكر والفساد.